أتاكم من تحاول الحياة البلاد حتمي إخوتي لا تنسوا شهداكم من تحاول الحياة البلاد حتمي لاتحاد عنواننا تضحية شعارنا حرية حياتنا يحيا الوطن. هو حكيم الثورة الجزائرية وصندوق أفكارها، وبرغم امتلاكه لابتسامة تشع وضاءة، كان فتيلاً يتربص اشتعالاً لا مثيل له في وجه فرنسا. أخرجه هذا البيت ليكون قاهراً بصلابة بداوته ومحض شهامته لسلطان فرنسا وهيبتها، وفي هذا البيت المنتصب بعراقة حجارته في مدينة عين مليلة التابعة لولاية أم البواقي شرق العاصمة الجزائر، نشأ ابن الأوراس الأشم وأحد مرعبي الاستعمار الفرنسي محمد العربي بن مهيدي. العربي ولد عام 1923 في دوار الكواهي بعين مليلة. أنا ذاك كنا نسكن يعني قاطنين في الفيرمات نتاعنا في الأراضي الجزائرية وممتلكاتنا. ولد العربي وثاني الإخوة، كانت لي أخت أولى والعربي والثاني. منطقة العربي بن المهيدي من الأوراس، الولاية الأولى كانت تسمى ولاية أوراس اللمامشة. اللمامشة هي قبيلة من أكبر القبائل في الجزائر. أكبر قوة للجيش الفرنسي كانت في تلك المنطقة. مثلاً الجنرال فان يوكسان هذا يقول عن هذه المنطقة يسميها أبواب جهنم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. تلقى العربي الصغير تربية دينية خاصة في زاوية جده التي أعيد بناؤها بعد أن هدمها الاستعمار، فقد كان حفظ القرآن عرفاً سائداً ورثته العائلة، وكذلك اللغة العربية، فقد أنزلها بن مهيدي في روحه منزلاً مباركاً لإيمانه بأن اللغة شمس الأمة. عندما ولد وصل سن يبدأ يقرأ صغير، أعتقد 4 سنوات حطوا الوالد في يقرأ القرآن، وكان من الأبناء اللي حفظوا القرآن في صغير السن. قال الوالد نتاعي كان يقول حفظ القرآن هو صغير في السن، يعني قبل ما يدخل مدرسة الفرنسية وكان حافظ القرآن أولا. الريف الجزائري حافظ على نقاوة اللسان، لم تختلطه عجمة الفرنسية أو المالطية أو الكورسيكية أو الإسبانية، وكذلك هذا الريف بقي المكان والمحضن لتعلم اللغة العربية والحفاظ على القرآن الكريم. وبرغبة من والده انتقل العربي إلى ولاية باتنا عند خاله سعيد للدراسة في المدرسة الفرنسية هناك، إلا أن والده اشترط عليه أن تبقى العربية السبيل الذي لا حياد عنه، فدرس في صفوفها مرحلته الدراسية الابتدائية. تصور هذا الرجل بلغه من وعي وثقافة إسلامية جيدة في الزاوية في منطقة الكواهي ثم في باتنا ثم في بسكرة، أن الرجل يحافظ ويلتزم بهذه الطهارة وهذه الاستقامة. هذا الرجل خريج مدرسة، وبالمناسبة كان من الأوائل الذين تخرجوا بشهادة التفوق في نهاية الدروس الابتدائية في مدينة باتنا. بقى في باتنا منذ يعني تسجيله في المدرسة الابتدائية 6 سنوات حتى نال الشهادة الابتدائية بامتياز، ثم انطلق من مدينة باتنا إلى بسكرة. التحق العربي بوالده الذي سافر بعد تضييق السلطات الاستعمارية على أرزاقه إلى بوابة الصحراء بسكرة، الولاية التي عاش العربي بين رطوبة رمالها ورائحة تمرها، تلك الولاية التي نضج فيها الحكيم وتكون في أكنافها. أكمل العربي دراسته في مدرسة لافيغري والتي تعرف اليوم بإكمالية يوسف العمودي، منهياً فيها الثالثة المتوسطة من المرحلة الدراسية،
تدرج العربي في الكشافة سريعا حتى أصبح قائد فريق الفتيان، يبث الروح الوطنية فيهم ويعلمهم ما تعلمه من حب الوطن والأخلاق، حيث أسندت له قيادة وحدة الأشبال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و12 سنة، وهي وحدة عبد الحميد بن باديس التابعة لفوج الرجاء. الكشافة الإسلامية الهدف منها كان التغطية، كان التحضير والتدريب شبه عسكري، التخييم يعني التحضير للثورة والتدرب على السلاح، قام تحت غطاء مخيمات الكشافة الكشفية، ولكن في المجموعة الضيقة، يعني كما تعلمون مثل هذه الأشياء يعني تدريب السلاح لا يحدث في العلن، ولكن كل اجتماعات يعني الاستعمار لن يتركها كانت تقام بتغطية باسم الكشافة الإسلامية. بعد أن حظي بخبرة عسكرية ورثها من الكشافة، شرع بالاعتماد على نفسه وخاض تجربة العمل لأول مرة، إلا أنه اختار وظيفة في ثكنة عسكرية فرنسية، وتحديداً في قسم التموين التابع للثكنة، ولم يعلم أحد حينها سبب اختياره لهذه الوظيفة وما الذي يجول في خاطره. شات يخدم مع واحد يقول له صولي قاعد صولي، قال لي وذاك لو كان يلقى لي معهم بتاع العسكر، وهو عنده هدف اخر يحوس يشوف الارمي يشوف هكا عنده ليدي هكا، كما هو قاعد في الكشافه عنده ليدي تاع العسكريه وتاع ذاك وتاع لاليت وتاع. قلت له لا ترى وكاين واحد هكا جا من عين ليلى وشاتي يخدم شاتي بيرو ذاك اسمع عندكم ريكروتمون تاع لي سيفيل. قال لي شوف، كان شاف ادخل من بعد هذاك داروا الدوماند جاتو، ومن بعد قال لي ها عطاوني وهاني دخلت، ودخلوا من اللي دخل قعد معاهم، ومن بعد تلفوه. قلت له انا علاه الاسر؟ قال لي تفتاف ما يشتوش تفتاف العسكر. دخل مره واحده في حياته العمل في الثكنه العسكريه الفرنسيه لي طوندونس اسمها قبل، سرق لهم من ثم مسدس واخذ كتاب تاع المعلومات نتاعهم، وهنا خرج من العمل. من ذاك اليوم ما عمل في حتى عمل بقية، يعني مكرس حياته للسياسة وحب لخدمة الوطن فقط. كانت الحركة السياسية لحزب الشعب تنشط سراً في بسكرة، وإثر احتكاكه اليومي بالعديد من الشخصيات السياسية فيها، قام محمد عصامي بتقديم العربي بن مهيدي إلى محمد بوضياف ومحمد بالوزداد، حيث كان عصامي يعمل على التوعية النضالية سراً والبحث عن الشباب المتحمس، خاصة من كان لهم علاقة بالكشافة الإسلامية. وبالفعل اعتنق بن مهيدي مبادئ الحزب سراً، وأصبح شغله الشاغل البحث عن استقلال وطنه القابع تحت وطأة الاستعمار. بن مهيدي كان ينشط أيضاً في منطقة بسكرة، ونستطيع أن نقول أن سياسياً كان محمد عصامي يعني الأب الروحي لبن مهيدي. في غرة العام 1944 أسس فرحات عباس برفقة الحكيم سعدان حركة أحباب البيان والحرية، وكان العربي بن مهيدي من ضمن الشباب الذين انخرطوا فيها، حيث ركزت الحركة على استقطاب الطاقات الشبابية من الحركة الكشفية، وأسندت مهمة الكتابة لنادي الحركة لبن مهيدي نظراً لمعرفته باللغة العربية. انتظر الجزائريون وعد فرنسا بمنح الجزائر الاستقلال بعد الحرب العالمية الثانية، إلا أن فرنسا قامت بنفي زعيم حزب الشعب مصالح الحاج إلى منفى برازافيل في مستعمرة الكونغو في أدغال إفريقيا، وكان ذلك في شهر إبريل من العام 1945، مما دفع بالحزب إلى الدعوة إلى مظاهرات للمطالبة بالإفراج عنه ومنح الجزائر استقلالها، عرفت بمظاهرات 8 ماي، وحمل العلم الجزائري لأول مرة في المدينة.
في الحركة الوطنية، وكيعودنا احنا يا نوجدوا في البرومي مي ولا هاولا الاكتب احنا يا نديروا اللافتات باش نبريباريو اللافتات تاع المظاهرة اللي عنديروها. الور خيرنا جماعة اللي يكتبوا، درناه العربي بن مهيدي وطالب مسعود وجماعة دي ميليتان هكذا اللي يكتبوا في الليل نديروا في اللافتات. كانت الجزائر تنتظر ساعة حاسمة، وبالفعل بدأت المظاهرات التي تنادي بالاستقلال، ورفع العلم الجزائري لأول مرة. لكن فرنسا قامت بقمعها بأسلوب همجي، واستدعت فرق الموت من جيشها بقواته الجوية والبحرية والبرية. كانت آلة القتل الفرنسي تفتك بكل من يقف في طريقها، فحصدت الأرواح ونكلت بالجثث وبثت الرعب في كل أنحاء الجزائر، وخلفت من الضحايا ما يزيد على 45,000. الصدمة الكبيرة وقعت بعد يعني مجازر 8 مايو 1945، بعد نفي مصالي لبرازافيل وخروج تلك المظاهرات التي انتهت بأزيد من 45,000 قتيل. هناك جيل كامل، خاصة الجيل الذي ينتمي إليه بن مهيدي، لم يعد لهم أي إيمان بإمكانية تغيير الوضع أو تحرير البلد عن طريق يعني البيانات أو أحزاب سياسية أو الانتخابات. وبعد هذه المظاهرة السلمية اللي داروها الجزائريين لمطالبة حقوق على كل حال بالسلم، كان العربي هو اللي حامل الراية في المظاهرة، واكتشفها من طرف الاستعمار يعني. وفي الليل لقاو عليهم قبض على عدة شباب مثله إخواننا أصدقاء نتاعو، وساقوهم إلى السجن. يعني قعدوا مدة 20 يوم الأخرين، والعربي كملوا له 40 يوم أو شهرين، لأنهم في نظر الاستعمار محرك الشباب في بسكرة هو العربي. بعد خروجه من المعتقل بفترة وجيزة، صنف العربي لدى السلطات الاستعمارية على أنه خطير جداً، فوزعت صورته على المراكز الأمنية بذريعة أنه دائماً مسلح. تبنى العربي بن مهيدي اسماً حركياً هو زاباتا، تيموناً بالثائر المكسيكي إيميليانو زاباتا، الذي كان العربي يتابع أفلامه الحربية وانتفاضه بوجه أعدائه. لم يكن بن مهيدي متابعاً فقط، بل هاوياً للتمثيل أيضاً، فتم اختياره لأداء الدور الأساسي في مسرحية أخذت عن رواية معربة لمصطفى لطفي المنفلوطي بعنوان في سبيل التاج، إذ بدأت فكرته باستغلال المسرح لبث الروح الوطنية عند الجماهير، متنكراً على خشبة المسرح كوجه من أوجه التخفي عن التحريات الفرنسية. ولكن وعندما علمت فرنسا بالأطروحات السياسية التي تتبناها هذه المسرحية، قامت بمنعها في كافة الولايات الجزائرية، حتى ضاق الخناق على النشاط المسرحي، أحد أذرع الحزب آنذاك. العربي بن مهيدي كان يستعمل المسرح لتوعية الشعب، وخاصة بعد المجازر تاع 8 مايو 1945، الشعب الجزائري كان خايف من الاستعمار الفرنسي، كان عنده في إذهانه المجازر، كان عندهم عراقيل كبيرة هذاك الوقت، مشاكل كبيرة لبن مهيدي وجماعته لأجل توعية الشعب وإعادة إرجاع روح الثورة عند الشعب. هذه الوسائل من أجل التجنيد والتوعية والتنظيم حسب البرنامج الذي يعني وجدهم عليه حزب الشعب الجزائري، الذي يعني ولد بعد أن قامت فرنسا بحل نجم شمال إفريقيا، أول حزب طالب باستقلال الجزائر سنة 1926. لم يكن الفن الميول الوحيد في حياته الشخصية، فقد كان للحزب أيضاً فريق رياضي ممثل للحركة الوطنية في بسكرة، انضم إليه العربي يعرف باسم الشباب الرياضي البسكري. قال لي يعطيكم الصحة، والله يا هذه راك دبي، راك اليوم راك حليت علي باب كبير،
قال لي سي دوماج، قال لي انا في دماغي نعرف نلعب مي برجليه، قال لي ما نجمش نكوموندي فيهم. قلت له نحلوا لهم عروقهم. جرب برك، جرب برك. انا نتلاقاو في التيران، ايه انا نعود في لا كوميسيون سبورتيف، ايه هو هذا، ايه عجبته عجبته. قال لي والله يعطيك الصحه، والله والله يعطيك الصحه. قال لي والله راك راك راجل، ما تقعدش يعني هكا ساعه بوريا سون يعني دير حاجه للوطن. هو يهدر الوطن والدين، الوطن والدين هذا ما يعرف. وهبه الفن روح الدعابة، وأورثته الرياضة هندام القيادة، ولكن روعة الإنسان ليست بما يملك بل بما يمنح. فبعد عودة مصال الحاج من منفاه، قدم قائمته للمشاركة في الانتخابات التابعة للمجلس الوطني الفرنسي. وفي كانون الأول ديسمبر عقدت القيادات مؤتمراً قدم من خلاله حسين الأحول قائد المركزيين تقريراً للقيادة، ألمح فيه إلى الاحتفاظ بالتنظيم الأم حزب الشعب الجزائري تحت تغطية قانونية تعرف باسم حركة الانتصار للحريات الديمقراطية، وتسيير أعمال الكفاح المسلح وتجسيدها بإنشاء تنظيم شبه عسكري يسمى المنظمة الخاصة وبرئاسة محمد بلوزداد. حانت ساعة الوداع لبلد التمر والذكريات الجميلة بسكرة، حيث كان قطار الثورة يمر بكل الولايات ليجمع رموزه منها. اكتشفت فرنسا مكان الحكيم زباطة، فكان لابد له من المغادرة حاملا في جعبته أفكارا وأحلاما تطرد كوابيس فرنسا. السياسة ما نجحناش فيها من 24 من 1924 وحنا قائمين بعمل ونشاط سياسي بدون جدوى. إذا نحضروا نفوسنا للعمل العسكري، ولذا أسست المنظمة السرية في 1947. أيضا كان تقسيم خاص بها، كانت هذه المنظمة السرية فيها 4 شبكات أساسية. المسؤول الأول للمنظمة السرية كان أيت حمد، ثم بعده حمد بن بلة 49، ولكن وبن مهدي كان منسق للمنطقة الشرقية. Et donc c'était quelqu'un qui connaissait l'Algérie et qui n'avait pas de d'attachement privilégié pour une région ou un parler d'Algérie. Il était attaché à la pluralité ethno-linguistique, si je puis dire, de l'Algérie. Contrairement peut-être à d'autres qui avaient des amitiés plus localisées. إيمانا منه بواجبه تجاه قضيته الجزائر، كان لبيتهم الجديد في قسنطينة شرف احتضان اجتماعاته بزملائه القادة وبمباركة والده. ومن فيض أفكاره اختار العربي شقيقته الصغرى ظريفة لنشر الوثائق بين القادة ونقل الرسائل بينهم. لاقت هذه الفكرة استحسان الجميع نظراً لاستبعاد الشك بها من قبل السلطات الفرنسية. كانوا وثائق عندما يديروا الاجتماع نتاعهم في البيت لازم كل واحد يخرج بهذوك الوثائق اللي خدموهم. وكانت عندي صديقة يعني تقرأ معايا، ما هي صديقتي ولكن كنا نقرأ في نفس القسم، رومية يعني قاورية تقرأ معانا، وكانت عندها دراجة، وأنا كنت يعني باش نوزع قسنطينة طويلة بعيدة يعني الأمكينة وين يبعثني، نقول لها سلفي لي البسكلات نتاعك الدراجة نتاعك ندير شوية رياضة. وأنا قلت لها نقول لها نحب ركوب الدراجة ولكن والدي شيخ زاوية ما يشري لي دراجة، ما يحبش يشري لي دراجة لأني أنا أنثى ما يحبش نركب على الدراجة يعني حيا فقط.
في عام 1949 عين قائداً للجناح العسكري لولاية سطيف، وفي الوقت نفسه نائباً لرئيس التنظيم السري على مستوى الشرق الجزائري محمد بوضياف. شرع العربي بن مهيدي بحشد أفكاره التي استلهمها من الكتب التي كان يطالعها والتي كونت لديه رؤية واضحة للمستقبل الذي ينتظره، وما مستقبله إلا سماء إسراؤها استقلال ومعراجها حرية. ولسان حاله يقول: لن يهنأ عيشي والمحتل بأرضي. في عام 1950 ترقى بن مهيدي ليصبح مسؤول التنظيم في الشرق الجزائري بعد نقل محمد بوضياف إلى العاصمة، إلا أن حادثة تبسة ساهمت بحل المنظمة السرية وكشف قادتها واعتقال الكثير من المناضلين. وقع مشكل، يعني كان مناضل من هذه الخلايا نتاع المنظمة السرية والتحق بالسلطة الفرنسية بمصالح الأمن الفرنسية، وأدلى يعني بأشياء كثيرة اللي دفعت إلى تفكيك تقريبا كل الشبكة نتاع الشرق الجزائري بما فيها من خلايا كثيرة، وأطلق القبض على حوالي 160 مناضل من هذه المنظمة السرية. كان فهم العربي يتجه إلى أن المستعمر الفرنسي يستحق المقاومة، فلا سلام مع من احتل الوطن. ليدبج العربي بفهمه هذا عبارة خطها بيده فحواها: إن الفرنسي لا يفهم إلا لغة الخنجر. اختفى العربي عن الأنظار مجدداً، فقد كانت فرنسا تبحث عنه وهو في الغرب الجزائري متيقظاً خلف اسم آخر وشكل جديد، فهو صاحب الأربعين وجهاً، يلتقي بمجموعة من الشباب الجدد يبث فيهم الروح الوطنية، ويجتمع ببعض زملائه في المنظمة السرية ممن حالفهم الحظ ولم يقعوا في فخ الاعتقال. بعد 3 سنوات وقعنا في أزمة يسموها أزمة الحزب، هو انقسام الحزب إلى قسمين ما بين اللجنة المركزية وبين القيادة السياسية التي ستصبح تسمى بالمثاليين، وموقعهم في أوروبا في منطقة أورن ببلجيكا. والغيرة أخذت بنفوس هؤلاء الثوريين الشبان الغير منضمين للجنة المركزية أو القيادة السياسية في بلجيكا. هؤلاء كانوا حياديين، هؤلاء اتفقوا على تأسيس لجنة لتجميع الفرقاء لمحاولة قسم ظهر هذه الفتنة ثم الانطلاق إلى الفعل الثوري. الجماعة نتاع المنظمة السرية قرروا اجتماع في مارس 1954 في الجزائر لتأسيس لجنة ثورية للتوحيد والعمل كريوا، باش تجمع وتصلح ما بين المركزيين وميصالي وأعضاء المنظمة لكي يغير اتجاه نتاعه السياسي نحو العمل العسكري. احنا انطلقنا من المشاكل والمصايب اللي وقعت لنا مع الزعيم نتاعنا مصالي حاج اب الوطنية في الجزائر، هذه يعني واحد من حيهاله، هو أب الروح الوطنية في الجزائر مصالي حاج، ولكن عانينا معه وعانينا مع الأنانية تاعو، والأنانية تاعو خلينا احنا نلتقي في 21 وقرر في 21 باللي ندير الثورة في غياب مصالي حاج. في هذا البيت عقد اجتماع 22 أو ما يعرف باجتماع 21+1، والذي كان له الفضل الكبير في الاتفاق على تفجير الثورة المباركة والاتفاق على القيادة الجماعية. وتعود ملكية هذا البيت الطاهر للمناضل إلياس دريش.
عين بالإجماع مصطفى بن بلعيد رئيساً للاجتماع، وتم استعراض الإمكانيات وأن عدد المناضلين لا يتجاوز 1500 في جميع التراب الجزائري، حتى جاء العربي بعبارته الشهيرة لتحقيق الاطمئنان بينهم: ألقوا بالثورة إلى الشارع سيحتضنها الشعب. قال العربي، قال ما عرجت وقت الحقيقة، رانا ذوك يلزمنا باش نسرقوا. قلنا ماشي سيدي السرب، وقولوا لناش من نهار نديروا الثورة نديروا الثورة، شرط ما تفوتش 6 شهور، لأن كل حاجة تفوت 6 شهور بتعود السر. لازم الرئيس ما حضرش الاجتماع، ولكن الاجتماع كان في الدار نتاعو، والفضل نتاعو هو على البلاد أكثر من احنا. هو قبل يعني باش يكون الاجتماع عنده، وما عرفش علاش. ليه نحن بالمجموعة تاع 21 كان اللي مش عارفين بلي نخرجوا قرار نفجروا الثورة. كنا احنا رايحين المصالحة بين الامتيالدي بين صحاب المركزيين والمصريين. وخرجوا بعد انتخابات بلجنة اسمها جماعة الخمسة، هم كما يلي: بن بلعيد رئيس، ديدوش مراد، العربي بن مهيدي، رابح بيطاط، وكبيرهم الذي أداة الربط أو ضبط الربط هو سي محمد بوضياف أو الطيب الوطني. خمسة تناقشوا مليا حينما خرجوا في نهاية شهر جوان وبداية جويلية. قال إن هذه اللمة، هذه المجموعة، هذه الفئة الطيبة ينقصها واحد ممثل لمنطقة عزيزة وغالية على كل الجزائريين، هي منطقة القبائل. فدلهم عيسى كشيدة على مكان كريم بالقاسم، وأصبحت عندنا كمؤرخين نسمي 5+1. وفي أكتوبر تشرين الأول من العام نفسه عقد اجتماع 6 أو 5+1 كما يسمونه في بيت مراد بقشورة في العاصمة الجزائر. قسم التراب الجزائري إلى 5 مناطق، وأعلن بيان 1 نوفمبر وأن ساعة الصفر ستكون منتصف ليلة 1 نوفمبر تشرين الثاني، ليلة انتظرها العربي طويلا، وليحل مسؤولا على منطقة القطاع الوهراني في الغرب الجزائري. المهدي كان هو شاف الوسط وليصلح. المهدي خدم خدمة كبيرة، نقول لك يعني هذا الثوار الكل، أنت الناس اللي شاركت في الثورة تاع النظام وكل قراهم بالمهدي، حرية والصرامة الوفاء، كل المتون العليا كان في بالمهدي. كان مدرسة في الوطنية بالمهدي. إن أهدافنا الأساسية هي الاستقلال الوطني بواسطة إقامة الدولة الجزائرية الديمقراطية الاجتماعية ضمن إطار المبادئ الإسلامية لتحقيق الوحدة الشمال إفريقية. كانت ساعة الصفر في ليلة ماطرة، استعد المناضلون ووزع البيان، وأخرج السلاح على قلته من مطمورات كان مخبأ فيها. كل من كان يملك مسدسا أو رشاشا قدمه لهذه الثورة. وانطلقت شرارة الثورة في الأوراس، وصبت جام غضبها على جيش الاستعمار الفرنسي. أشعل بن مهيدي نواحي القطاع الوهراني التي كان يقودها لضرب مواقع استراتيجية للعدو، ولكن سرعان ما وقع أمر جلل لم يكن بالحسبان. استشهد 2 من قادة النواحي في القطاع الوهراني، وهما بن عبد المالك رمضان وأحمد زبانة، مما أثر على الخطة العسكرية في تلك المنطقة. بن مهيدي هو اللي كان مسؤول
النواحي الخمس الموجودة في القطاع الوهراني، ولما حضروا تفجير الثورة يعني باش يقوموا بالعمليات في أول نوفمبر، كانوا يسطروا أهداف حتى بن مهيدي قام شخصيا بالهجوم على مركز حراس الغابات بأعالي تيليمسان في منطقة غابة يسمها غابة حافير. العملية نجحت سياسيا لأنها خلقت رعب كبير في المنطقة الغربية، والمنطقة الغربية معروفة بأنها هي مكان الموجود فيه أكثر المعمرين الفرنسيين اللي يكسبوا الأراضي الخصبة نتاع الجزائر في القطاع الغربي. في هذه الفترة في 55 تمكنت فرنسا من سجن شيخ المجاهدين مصطفى بن بولعيد، معنى ذلك أنه من هؤلاء الخمسة زائد واحد إضافة إلى الوفد الخارجي لم يبقى إلا على الساحة بشكل يمثل رمزية قيادة الثورة سواء العربي بن مهيدي. استجمع صندوق الأفكار قواه في محيط من الحيرة، وصورة الجزائر لا تفارقه. استعد للذهاب إلى القاهرة للاتصال بقادة الوفد الخارجي لجبهة التحرير الوطني. التقى بأحمد بن بلة ورئيس المخابرات المصرية فتح الديب والمجاهد المغربي عبد الكريم الخطابي، وتم الاتفاق وأخذ الضمانات على تزويد الثورة بالسلاح وإرسال سفينة إلى مرسى الناظور في الحدود المغربية. وصلت سفينة أولى أرسلها بن بلة وأشرف عليها العربي بن مهيدي، إلا أن بقية السفن قامت فرنسا بمصادرتها بواسطة معلومات استخباراتية نجحت في الوصول إليها. فسافر إلى القاهرة ويبدو أنه ما عجبوش الحال بلغة الجزائريين، جاء متذمرا، عاد متذمرا في نهاية شهر جانفي 55، ولهذا جاء زعلان سي العربي من مصر عبد الناصر، وثبت نقطة مهمة جدا، يجب أن تكون هذه الثورة مستقلة لا تابعة لموسكو ولا تابعة لكذا ولا تابعة للقاهرة، هو الذي أضاف كلمة القاهرة. معنى ذلك يجب أن تكون الثورة والقيادة في الخارج والقيادة في الداخل جزائرية 100%. قرار العربي ترافق مع دعوة من عبان رمضان إلى إعادة تنظيم الثورة، حيث قادته أفكاره إلى أن هناك من يهمه الإطاحة بثورتهم. فانعقد مؤتمر الصمام عام 1956 في البيت الأخير من قرية إفري التابعة لولاية بجاية في منطقة القبائل، وترأس العربي بن مهيدي أشغال المؤتمر في ظل غياب بعض القادة لظروف أمنية وآخرين لخلافات سياسية. ستة من حضروا المؤتمر أعادوا هيكلة الثورة وإنعاشها بأفكار رئيسه العربي التي روت المكان المنعزل في أطراف الجبل، ونشأ عن هذا الاجتماع تقسيم التراب الجزائري إلى 6 ولايات، وبقي العربي قائداً للمنطقة الغربية. مؤتمر الصمام أيضاً مرحلة العربي بن مهيدي كان يجب التنسيق، لأن الأمر لم يكن ثورة، كانت يعني تقريب فوضى، وتمكنوا يعني من التنسيق لإجراء المؤتمر، كان مقرر في جويلية ثم أجل وتغير مكانه. هذه المهم بن مهيدي عندما هو في الحقيقة اجتماع أكثر منه مؤتمر، لأن كانوا من منطقة القبائل، كانت منطقة يعني الولاية الثانية شمال القسنطيني، الولاية بن مهيدي يقولون أنه عن الولاية الخامسة وهو في الحقيقة تركها، يعني لم يكن مندوبا عنها، ولكن من أجل المهم تقع عمليات تنسيق. وبعد اتصال من عبان رمضان للالتحاق به في العاصمة، تبنى العربي فكرة ونظرية جديدة لضرب عمق الاستعمار وليكون منظراً للعمليات الفدائية، وقال وقتها جملته الشهيرة: سأحول العاصمة الجزائرية إلى ديان بيان فو ثانية. ولذلك حينما خرج في 10 سبتمبر 56 من منطقة الصمام، منطقة القبائل، ودخل إلى العاصمة هو واللجنة، لجنة التنفيذ، قال يجب أن نحول الجزائر إلى مقبرة للفرنسيين، ثم قال لأصحابه: تعالوا نحتفل بمعركة الجزائر
في مارس 57. حي القصبة في العاصمة الجزائر هو مسرح العمليات، زقاقه تخفي أسراره، وشبكة طرقه المعقدة تحوي كل ما فيه من أصالة. قام العربي بتنظيم العمليات الفدائية فيه، واعتمد على بعض الطلاب بصناعة القنابل والمتفجرات، وعلى بعض الفدائيات والفدائيين بضرب المواقع وتنفيذ العمليات النوعية في العاصمة الجزائر. فدائيات وهبن أرواحهن للوطن وتميزن بالحنكة والثبات، أثار الحايك الجزائري الرعب في صفوف المستعمرين، حتى أن القفاف المستخدمة في حمل القنابل جعلت فرنسا تخضع كل من يحملها إلى التفتيش، وانتفضت العاصمة. العقل المدبر لهذه العمليات هو بن مهيدي، والبحث عنه كان الشغل الشاغل لفرنسا التي أعدت العدة لمعركة الجزائر. وبالمقابل كان الفدائيون والفدائيات يقومون بأعمال نوعية. بعد ما تمكن من العاصمة مليح وبدات القنابل في كل مكان والقتلى، قالوا العربي باش يعرف العالم درك كيف يعرف العالم إلى من نديروا إضراب. كانوا متشاورين، واحد يقول شهر، واحد يقول 10 أيام، وباتت العربي في 8 أيام إضراب. هو اللي قرر الإضراب، هو اللي حبسه في 8 أيام. صندوق الأفكار أعد فكرة أخرى يرمي من خلالها إلى لفت أنظار العالم لقضيته الأولى والأخيرة، استقلال الجزائر. فنظم لإضراب 8 أيام إشارة منه إلى تهيئة الشعب للمشاركة بهذه الثورة المباركة، بحركة تثبت لفرنسا أن الشعب بأكمله يرفض وجودهم. كان لهذا الإضراب أثر كبير على السلطات الاستعمارية، وبالتالي قامت فرنسا بفتح المحال بالقوة واستخدام كل أساليبها الوحشية لدفع الجزائريين لإنهاء الإضراب. من بين الأساليب الأخرى التي تعلمها السي العربي من خلال قراءاته العالمية والفكر العالمي، هي بداية عمليات إدماج الشعب داخل بوتقة الثورة، سواء بالعمل السياسي والإعلامي أو بعملية الضغط على الاقتصاد والآلة الاقتصادية الفرنسية. وبطبيعة الحال هذا الإضراب الشامل كان من المفروض بحسب رواية المؤرخين وشهود العيان ومنهم سي الثعالبي أنه إضراب مفتوح إلى أن تستجيب فرنسا إلى مطالب الجزائريين والثورة. كانت هذه آخر فكرة قدمها الحكيم للثورة، وأغلق صندوق أفكاره إعلاناً لحلم جديد تسطع فيه راية الجزائر. فرنسا هذه المرة تتصرف بغوغائية، وفي الوقت ذاته تبحث عن العقل المدبر لعمليات معركة الجزائر. وفي 23 فبراير شباط عام 1957 تم اعتقال بن مهيدي بظروف مفاجئة وغامضة. فرقة المظليين بدورها ساقته إلى العقيد بيجار الذي استقبله بدهشة كبيرة. وهنا مختلفة الكلمات، بيجار يقول أنا رحت ودقدقت على الباب، ما حلناش الباب خاطر قال كي وصلنا العمارة قلنا للكونسيرجا كاين واحد اسمه بن مهيدي هنا، قالت له ما كانش العرب لأنه كان شباب وما يشبهش يعني عنده صفة. قالوا لها ها، قالت لهم هذا هنا يسكن ميموش عربي هذا. قالوا لها ورينا البارتمان الغرفة، وهذا مكان من راول. يقول بيجار كي دقدقنا على الباب العربي ما حلش، أعطاه له مودفاس الكلمة هذيك مانيش عارفتها ما هي الكلمة. العربي كي سمع الكلمة هذيك حل الباب، لأنه 3 من الناس والأربعة اللي يعرفوا هذيك الكلمة فقط المودفاس. كي حل الباب لقاه. عندما ألقي القبض على بن مهيدي كما تشاهدون دائما حتى في الصور، كان
وجهه يعني يبرز قناعة لا يستطيع تكسيرها أو شراءها أحد. كان يتحاور معهم وتقريبا يعطيهم دروس في العمل العسكري، في الأخلاق العسكرية، في القانون الدولي. مقدم نفسه نعم قائد عسكري لدولة جزائرية ولا يعترف بدولة بفرنسا حتى، واللي كان يعني وضع الحال الجزائر كانت فرنسية، وبالتالي كان يناقشهم على أساس أن مرحلة الاستعمار انتهت. ترجل الفارس منهيا مسيرته بيد الأعداء بوقت لم يحسب حسابه أحد. انتظرته السلطات الفرنسية بفارغ الصبر، واستقبله بجار كصيد ثمين طال انتظاره، ولم يكن بحوزة الفارس المقيد سوى ابتسامة تتصدر وجهه، وكأن هذا الاعتقال لا يمثل له شيئا. أطال بجار النظر إليه طويلا، وكأنه أراد فعلا أن يتأكد من وجوده بين أيديهم. والقوات الفرنسية على أهبة الاستعداد لأي طارئ قد يحدث، كان مهيبا حتى في أسره. بيجار أراد أن يحتفظ به سجينا بعد أن وقع الإعلام عن إلقاء القبض عليه، وكان ضغط من فرنسا ماذا سيفعلون به، هذا هو يعني المجرم الأول المسؤول على عمل إرهاب في الجزائر ومع الغلاة إلى آخره. وقع اجتماع حضره أوساريس، وهو أوساريس من المخابرات معروف يعني من القتالين. جاء قال نأخذه، قال لهم أعطيني فرصة ليتأكد هل يترك بن مهيدي البيجار يعطيه فرصة أم يأخذه، فيجب أن يثبت له ذلك بيجار. فكانوا جالسين في الطاولة، قال بيجار لبن مهيدي الذي كان يتكلم في موضوع، قال له ما رأيك في الفرقة الثالثة تروازيام ار بي سي معروفين مظليين بيجار؟ قال له نعم ديناميكيين شباب يعني جيدين. قال له نحن الذين ألقينا، وكيف تظن أننا ألقينا عليك القبض؟ قال له أنا أعتقد أن يعني حسن حظكم وسوء حظي صدفة. فابتسم بسمة يعني أفاضت غضب أوساريس. هذا ما قال لي أوساريس، قال لي أنا كنت جندي تحت أوامر السلطة. قال لي أوساريس كان يعتبر بن مهيدي كإرهابي خطير. لخمسين سنة بعد ما عنده ولا ندم، في رأي أوساريس ما فعل إلا واجبه تطبيق أوامر السلطة الفرنسية. لكن أوساريس لم يتعرف كثيرا عن شخصية العربي بن مهيدي. اللي تعرف على شخصية العربي بن مهيدي هو الجنرال بيجار والكولونيل ألير. نقل بن مهيدي ليلة الثالث من مارس آذار إلى معتقل أوساريس شديد البرودة، والقضبان على نوافذه معلنة أن حرية الحكيم قد انتهت. حاول أوساريس بكل قوته استنطاقه وإجباره على الاعتراف، فكان رد الحكيم مستفزاً بعبارة أمرت فكري ألا أبوح بسر. فقد أوساريس عقله وقام بنفسه بسلخ جلدة وجهه في محاولة منه أن يرضخ بن مهيدي ويجبره على الاعتراف. لم تثني بشاعة التعذيب بن مهيدي عن مبادئه، فقد كان قراره نهائيا، تحمل ما لم تطقه الجبال وسطر في وجه معذبيه أسطورة سيتذكرها كل جزائري. بن مهيدي الوحيد الذي السلطة الفرنسية رفضت باش يروح أمام المحاكم، شافوا الرؤية تاعو الذكاء تاعو، بس بن مهيدي الرؤية تاعو ما كانتش غير حول الثورة، كان عنده رؤية ما بعد الاستقلال، كان هو كان متيقن باللي الجزائر كانت رايحة تتحصل على الاستقلال، هو كان عنده مشروع تاع مجتمع ما بعد الثورة. Oui, alors effectivement, ce qui était intolérable, c'est non pas qu'il ait dit ce qui s'est passé, mais qu'il n'ait pas eu le moindre regret
sur l'utilisation de ces méthodes et ces assassinats pour ce qui est de Larbi Ben Midi, pour ce qui est de Boumengel, par exemple aussi. Donc, aucun regret. Il a simplement raconté comment ça s'est passé. لم يبق لأوزاريس إلا وسيلة واحدة ينهي بها هذا الصراع، فقررت السلطة الاستعمارية إعدامه في تلك الليلة. طلب العربي طلبا واحدا، وهو أن يرى جلاديه، إلا أنهم رفضوا طلبه ووضعوا عصابة على عينيه. وقف الحكيم زباطة أمام حبل المشنقة مبتسما، وكأنها إشارة إلى أن الاستعمار أيضا قد تقرر إعدامه بإعدام هذا الرجل. Je pense que les déclarations de Paul Ossarès au sujet de la mort de Larbi Ben Midi sont très vraisemblables, puisque on se doutait qu'il ne s'était pas suicidé comme l'armée l'a affirmé. C'était quelqu'un d'extrêmement résolu dans son combat et il n'était sûrement pas prêt à renoncer à la vie. Il a été exécuté sur ordre après avoir été torturé. Et je pense que ces déclarations de Paul Ossarès sont vraisemblables. وجدوا روح أن لزاما عليهم وقدموا له تحية، قاموا بتقديم السلاح، يعني خرج كضابط كبير، ولكن مجموعة النخبة لأوسارس عندما أخذوه وضعوه في ركن لشنقه، قال لهم للذي جاء يضع العصابة، قال له أنت ضابط وأنا ضابط، لا داعي لهذه العصابة، رجاء افعلوا ما شئتم، وهو مكبل. فنظر إلى أوسارس ولم يتلقى قبول، إذن وضعت له العصابة غصبا، وهو يدهم لم يخنق ويده مطلوقة. حاول ثانية عندما قالوا لا، بقي سكوت، وقعت محاولة تقطع الحبل. يعني لو كان جات فرنسا دولة تحقوق الإنسان كما تدعي فرنسا بأنها دولة عظمى، إنسان عندما تديره في حبل ويطيح ما يموتش، هو حر بعد ذلك. استشرف المستقبل بكل معانيه، وكأنه يشعر أن حياته ستنتهي قبل أن يرى استقلال وطنه، وكان يشعر أيضاً أن جميع أبناء الجزائريين هم أبناؤه. فراسته وصلت كل حد، وروحه زارت كل مبتغى. استحضر عبد الوهاب البياتي وحي أقلامه لتوثيق قصيدة رثى بها حكيم الثورة بعنوان الموت عند الظهيرة، ومنها: كان في نافذة السجن مع العصفور يحلم، كان سرا مغلقا لا يتكلم، كان يعلم أنه لا بد هالك، وستبقى بعده الشمس هنالك في ليالي بعثها، شمس الجزائر تلد الثائر في أعقاب ثائر. تناولها هو كيف صمد في زنزانته ولم يعترف ومات تحت التعذيب. هذه خلاصة القصيدة. وانطفى كفرد، ولكن الشمس الذي شارك في إشعاعها مع هو وزملائه بقيت مشرقة في الثورة الجزائرية، ولم تنطفي هذه الشمس إلا بعد أن طرد المستعمر الفرنسي من الجزائر، واستمرت الثورة الجزائرية بعد الاستقلال قائمة بشمسها. ذلك التدين الذي ورثه من الزاوية، وتلك العسكرية التي ورثها من الكشافة، والدعابة التي استلهمها من الفن، أورثته صفات جعلت منه قدوة يستنار بأفكاره ومبادئه على مر السنين. ابتسامة العربي لن ينساها الجزائريون أبدا. نعم،
استشهد بن مهيدي مفارقا الجزائر، ولكن كلمته بقيت نابضة في كل أراضيها. ألقوا بالثورة إلى الشارع، سيحتضنها الشعب.